النادي الاهلي، ودايما واخيرا وفي كل وقت بقوله ان اللي بيجيب الجول الاول في المباراه بيبقى له شكل تاني وبيأثر على الفرقه اللي قدامه بشكل طيب حتى لو كان النادي انت الاهلي. شايف صورة دي يا كابتن؟ طبعا النادي الاهلي في بيقيم في المنصوره المنصوره، فبالتالي دي جماهير النادي الاهلي طبعا، انت عارف الدأهلية ده من والمنصوره. دلوقتي ها؟ اه ده في استقباله، كان اه في الاهلي استقباله في يا اي كابتن حته فرح النهارده، ف يعني، الاهلي عيد في دائما اي لما حته. بكنا هناك كابتن ربيع لازم تلاقي طبعا. امام الفندق بيستقبلوك بشكل كبير جدا جماهير المنصوره ومدينه المنصوره طبعا الدأهلية، والطرق دي بقت حاجه كويسه محترمه دلوقتي جدا. هناك كمان رايحه جايه يعني، والمنصوره كمان انا وربيع كنا هناك قريب، فيها بشوف شكلها عامل ازاي، منوره كده، والمحله برضو منصورة جميلة في طبعا، منصورة جميلة دائما دائما يا كابتن جميلة، دي حقيقة، الاستقبال جميل هناك وناسها يعني، جمال طبعا جدا طيبين جدا وروحهم واهلاويه قوي يا كويسة. كابتن، اه طبعا اهلاويه قوي طبعا دي حقيقه يعني. واحنا بنتكلم يا كابتن على مباراه الغد، الشكل التكتيكي والخططي بالنسبه لكل مباراه بتختلف، انت كان عندك بعض المشاكل الدفاعيه اكيد.